مرحبا بكم مشاهدينا، حلقه جديده من برنامج بوب بوب نيوز. كنتلاقاو بكم كل نهار وكنتكلموا على مواضيع مختلفه في مجالات متنوعه، دائما مع ابتسام كتيبي. اليوم غتكلم لنا على نوعيه الاصدقاء اللي خاصهم نخرجوا من حياتنا. من طبيعة الحال احنا عارفين بأنه يكون عندنا أصدقاء ومعارف، هذه حاجة مهمة، ولكن بعض الأشخاص من الأفضل ما يكونوش في حياتنا ونبقاو بوحدنا. الناس اللي عندهم طاقة سلبية، الناس اللي فيهم قوة النميمة والترترة، الناس الأنانيين اللي كيفكروا غير في ريوسهم، الأصدقاء اللي كيكونوا معاه كيفاش يكون الطقس معتدل وكل شيء بخير وعلى خير، النقد المستمر، الناس اللي ما كتشدش كلمتها او مخلفي الوعد، المميع عاطفيا، وهذا نوع ديال الاصدقاء اللي يعني ما كيبغيكش تشكى عليه ولو غير شي شويه، واللي كياخذوا من دون ما يعطيو. من طبيعه الحال الاصدقاء السامين الله يبعدهم علينا وعليكم. نشوفوا اخبار واحده اخرى في هذا الزابينغ. تستقبل المكتبة الوسائطية بمؤسسة مسجد الحسن الثاني بالدار البيضاء الدورة الثامنة من معرض نظرات نسائية المنظم من جمعية إبداع والتواصل، والذي يراهن منذ البداية على التعريف بفنانات تشكيليات عصاميات. بحضور وازن للنساء، المعرض يقدم أعمال 13 فنانا من مدارس فنية مختلفة، وذلك إلى غاية 31 من مارس الجاري. بمناسبة اليوم العالمي للمسرح وضمن فعاليات جولة المسرحية، يجدد مسرح البدوي لقاءه مع جمهور بمدينة طنجة من خلال عرض مسرحيات في انتظار القطار التي سيقدمها ببيت الصحافة مساء يوم السبت 30 مارس. المسرحية من أهم مسرحيات عميد المسرح المغربي الأستاذ عبد القادر البدوي التي قدمها في مطلع التسعينات، وتطرح مجموعة من القضايا الإنسانية المختلفة. تحتضن مدينة الدار البيضاء الدورة الرابعة من معرض الفن والإبداع اليدوي فيما إكسبو من 29 إلى 31 مارس الجاري تحت شعار التشبث بالموروث التقليدي مع الانفتاح على التجديدات العصرية. وصرح المنظمون أن هذه الدورة ستعرف مشاركة عدد أكبر من العارضين وستمنح فرصة للمبدعين للتعارف وتبادل الخبرات. هذه الدورة ستعرف أيضا تكريم مجموعة من الفنانين الذين سيحضرون لمساندة الإبداع الوطني. الضيفة اللي معنا اليوم هي ممثلة من وجوه شابة، تلاقيناها وتكلمتنا على آخر أدوارها في مسلسل شياطين لا تتوب اللي كتقدروا تتبعوه على القناة الثانية. تماما، مسلسل شياطين لا تتوب واللي بمشاركة الفنانة نريمان سداد. نريمان تكلمت لنا أيضا على الفيلم الطويل اللي انتهت من تصويره مؤخرا، شوفوا كيفاش دار الحوار معها. نريمان سداد ممثلة على بوب أب. أنا ممثلة وفيتور شانتوز، شاركت في بزاف المسلسلات والأفلام المغربية. كان أول صعود لي على خشبة المسرح على جدو ستون، قريت لو تياتر خلال دراماتيك في الكونسيرفاتوار، ومن باراليل خديت ماستر في الإعلام. بديت كنشارك في مسرحيات اللي خديت منهم بزاف ديال التجارب. من بعد جي كومونسي ا ملونسي في لاكتين، كان اول فيلم ليا انتاج مغربي هولندي، لو فيلم كان سميتو ايت ارارا، وكان اول بيرسوناج اللي لعبتو دور نينا. كاين مسلسل فوق السلك، دور ديالي هو دور مجدة اللي كتخدم في واحد الشركه ديال مواد البناء، واللي كيترأسها واحد شقيقين اللي واحد فيهم غادي يموت، ومن بعد غادي يدوروا الاحداث حول الشركه والمنزل ديالو. من اخراج نبيل بودرقه. بالنسبه للكاستينغ كان معايا سعيد باي، فريد الركراكي، زينب عبيد، زكريا حطاب. اخر الاعمال مسلسل شياطين لا تتوب اللي هو من اخراج حميد زيان، مدير الانتاج ابراهيم دامو اللي كنشكرهم بزاف لانهم وضعوا فيا الثقه باش نشتغل في هذا المسلسل الشيق، اللي كيهضر على واحد الفئه من الرقاة اللي كيستغلوا الرقيه الشرعيه في الاحتيال والنصب والشعوذه على الناس اللي كتكون عندهم شخصيه ضعيفه. دور ديالي هو دور نعمة اللي هي متورطة في واحد العصابة اللي كدير عملية احتيالية، واللي كيترأسها الراقي، وغادي يكون عنده واحد الصراع مع الراقي. ما غاديش نقدر نهضر اكثر على البيرسوناج ديالي، نخلي المشاهد يتفرج في لا سيري على دوزان ان شاء الله. هذيك المرة ما جاتش الفرصة تعرفني شكون انا، ولكن اليوم غادي تعرف. جيني من الاخر نعرف شكون انتي، باش كنتي، شنو علاقتك بالموضوع هذا؟ بغيت الخلاص ديال خدمتي. ها خلاص؟ خلاص ديالك.
تكلمنا في بداية البرنامج على السعودية الصفات اللي تقدر تجعلكم تعطيوا تذكرات الخروج لأي صديق ديالكم تمادى في تلك التصرفات، وما تقولش قولوا هذا صاحبي وحشومه وخاصني نصبر عليه لا، الإنسان إذا تمادى ابتسام كنظن بأنه خاص واحد الوقت تعطيه كما قلنا تذكرة الخروج، ولا على الأقل تحسوا بأنه راه يمكن تخرج من حياته نهائيا. من طبيعة الحال ما نساوش نفوسنا وما نساوش الراحة ديالنا. شكرا لك سميد، شكرا لكم على تتبع الحلقة، نتمنى أنها تكون عجبتكم. غنتلاقاو بكم غدا في حلقة جديدة، في انتظارها زوروا موقع القناة دوزيام بوان ما لا بغيتوا تشوفوا حلقات سابقة. بسلامة.